هل رأيت فرشاة الرسم يا رومبا؟ لا، سوف أبحث عنها يا روزي. لديك أغراض كثيرة هنا يا رومبا. هذه ليست أغراضاً، إنها أشياء مميزة. كيف جاءت هذه إلى هنا؟ شكراً. كل هذه الأغراض مميزة؟ لم يعد لديك أي فسحة. واو، صفحتي. أرجوحتي، عندي أشياء مميزة كثيرة، ولكن ماذا أفعل بهم؟ اسمع، اختر الأشياء التي لم تعد تستعملها وأعطها لغيرك. أعطي أغراضي لغيري؟ أجل، قدمها كهدايا. حسناً، يمكننا أن نجرب هذا. هيا تفضل، هذه مني إليك. شكراً يا رومبا. ما رأيك يا كمون؟ يقصد شكراً. من يريد هدية؟ يا لها من مفاجأة جميلة. أغراض رومبا كثيرة بالنسبة إلى أرجوحته، لهذا أنا أهدي بعض ألعابي. كم أحب الهدايا! ما هي هديتي؟ طبعاً ليس عندك أفضل من هذه. على العكس يا بلبلة، انظري. هل ستهديني صفارتك؟ هذا رائع، لي أنا يا رومبا؟ أوه حسناً، أنا الصفارة لا يا رومبا، إنه يهدي الألعاب التي لم يعد يحتاج إليها. أرجوك. تفضلي يا بلبلة. لا أظن أن هذه فكرة جيدة. واو، شكراً يا رومبا، سأعزف عليها بشكل أفضل من آلتي. هل أنت بخير يا رومبا؟ آه، إنها مجرد أغراض. انظري إلى بلبلة كم هي سعيدة، والآن صار بإمكاني أن أعود إلى أرجوحتي الجميلة. هذا رائع، فسحة كبيرة. لست مشتاقاً إلى ألعابي. ترى هل بلبلة سعيدة بصفارتي؟ اشتقت إليها أليس كذلك؟ أشعر أنني غريب من دونها. ترى هل تعرف كيف تلمعها؟ لما لا تذهب وتسألها؟ من يدري، ربما لم تعد تريدها. هل يمكن أن أستعيدها؟ هل رأيت بلبلة يا بينون؟ لا، آسف. مرحباً يا رومبا، هذه الطائرة رائعة، شكراً. على الرحب، لكن أعطيتك طائرتي، أما هذه فلكرز. هاي، تعال وانظر، الهدايا تبدلت كلها. صفارتي. أما بلبلة؟ بلبلة! رومبا، شكراً جزيلاً على صفارتك. أوه، الواقع أنا أهديتك الصفارة، ولكنها لعبتي المفضلة. أفهم تماماً ما تعنيه، إنها رائعة. وبما أنني أعطيتك إياها، لم يعد عندي ما أعزف عليه. أوه، مسكين يا رومبا. تفضل، هذه لك. آلتك يا بلبلة؟ نعم، لم أعد أحتاج إليها، صارت عندي صفارة مدهشة. سأعزف عليها لفكري، تعال واستمع إلي. رومبا، أنت هنا؟ ما الأمر؟ طلبت من بلبلة إعادة صفارتي. وماذا قالت؟ أعطتني هذه بدلاً عنها. أنا لا أريد آلتها، أنا أريد صفارتي. ولكن يا رومبا، أنت أهديتها، لم تعد صفارتك حق لبلبلة أن تحتفظ بها. تقصدين لم تعد لي للأبد؟ أوه يا رومبا، أنا آسفة جداً.
لقد أهديت كل أشيائي المميزة. أرزا، إنها غلطتي. أنا طلبت من رومبا أن يوزع بعض ألعابه، لكن لم أقصد أن يتخلى عن أكثر شيء يحبه في حياته، صفارته. أتمنى أن أستعيد صفارتي يا فكري. وأنا أيضاً يا رومبا. ما زالت معي هذه على الأقل. أليست هذه آلة بلبلة؟ هي أعطتك إياها، لكنها الآلة المفضلة لديها. إنها فعلاً مفاجأة. آلتي! كفى! أنت تعزف بشكل خاطئ، لن تصدر ألحاناً جميلة. أعزف بشكل خاطئ؟ ماذا عن عزفك على صفارتي؟ تنفخين فيها بشدة. لا لا، أفعل. لا بل تفعلين. لماذا لا تتبادلان الآلات وتعلمان بعضكما الطريقة الصحيحة؟ نتبادل؟ تعني أن أعزف على صفارتي من جديد؟ عليك أن تنفخي بلطف هكذا. رومبا، لقد استرجعت صفارتك. أنا وبلبلة تبادلنا. ماذا في العلبة؟ أتذكر الألعاب التي أهديتها؟ ليس عدلاً ألا تتمكن من اللعب بها، لذا وضعناها في هذه العلبة. وهكذا تلعب أنت أيضاً معنا وتحافظ على الفسحة في الأرجوحة. سأطير الطيارة من جديد، لكن هذه لم تكن لي. وضعنا كلنا ألعاباً لنتشارك فيها معك يا رومبا. علبة الألعاب المشتركة. أوه، شكراً يا روزي. علبة الألعاب المشتركة فكرة رائعة. جيد أنك أحببتها. وأعرف أين يمكن أن نضعها. ترى أين؟ في سريرك طبعاً. رومبا، كنت أمزح. لنضعها قرب باب بيت الألعاب لتكون قريبة من الجميع. فكرة رائعة يا روزي، فكرة رائعة. مرحبا يا مرحبا يا روزي، يا رومبا، يا كارت. لا تنسى القائد فرس النهر. والقائد فرس النهر. إنهم متأخرون عنا كثيراً يا روزي. أقصى قوة للمدافع أيها القائد. واو! نجحت في إمساك الكائنين الفضائيين رومبا وروزي. أحسنت أيها القائد. كرز، فلتناديني القائد كرز من فضلك. معذرة أيها القائد كرز، أين القائد فرس النهر؟ يا إلهي، للأسف أنا لم أرى القائد فرس النهر منذ أن رأيته معكم. شكرا على أي حال يا بينون. هل فتشت منطقة التنزه؟ لم أجده هناك. لم أجده في ساحة اللعب ولا في المتاهة. آسف يا كرز. لكن اطمئن، فلا أحد أفضل مني في العثور على الأشياء. مرحبا يا كرز. هل وجدتموه يا رفاق؟ لا، ليس بعد، لكننا سنجده. ما الذي تمسك به؟ لا شيء، إنها مجرد صور قديمة. إنها صورك مع القائد فرس النهر. اطمئن يا كرز، بالتأكيد سوف نجده قريباً. وأعتقد أنني أعرف الطريقة. رائع، إنها جميلة. لكن ماذا سنفعل بها؟ في العادة يعلق الناس صوراً للمفقودات. فهمت الأمر. إذن حين يرون الصور سيعرفون أنك تبحث عن فرس النهر. هذا رائع، هيا بنا لنعلقها. هو
هذا جيد. كيف حال الصورة يا فكري؟ حسناً، إنها تسبب لي حكة. ما أقصده، هل وجد أحد دمية فرس النهر؟ في الواقع لا، لم يرى أي شخص دمية فرس النهر. ربما لأنه ليس جديداً ونظيفاً كما يبدو في الصورة. ليتني اعتنيت به أكثر من هذا. لا تقلق يا كرز، أنا واثق أنك سوف تجده. كرز، يمكنك استعارة دبي المحشو الليلة. لكنه ليس... أشكرك يا لين. من القائد كرز للقائد فرس النهر. ترى هل تسمعني؟ أين أنت الآن؟ كرز، لدينا مفاجأة من أجلك. ها؟ صباح الخير يا كرز، أنا الكائن الفضائي أسترو. رائع، صنعت الذراعين وأنا صنعت الساقين. أعرف أنه ليس القائد فرس النهر، لكن ربما حان الوقت للتغيير. أشكركم. وجدته، أعرف أنه هو، لقد رأيته. القائد فرس النهر. نعم، أجل أجل أجل. آه بلبلة، هل أنت متأكدة؟ إنه فرس نهر بخوذة رائد فضاء. هذا هو، لكن أين؟ اتبعوني. لقد أعجبهما كثيرا. أوه بلبلة، كنت محقة، لقد عثرنا على الهدية المناسبة. القائد فرس النهر. معذرة، ولكن هذا يوم ميلاد سعيد أيها الصغيران. أشكرك يا كرز، لكنه القائد فرس النهر الذي تحبه. لم أعد في حاجة إليه، ربما حان الوقت ليحظى به الصغيران. ما الأمر الآن؟ هل يعجبكما أستر الفضائي؟ رائع، أليس كذلك؟ صنعت الذراعين، أنا الكائن الفضائي أسترو. انظر يا كرز، إنهما يحبانه أكثر من القائد فرس النهر. آه يا إلهي، ليتنا نجد لهما واحداً مثل هذا. حسناً، ربما يمكنكم أن تستبدلوا أسترو الفضائي بالقائد فرس النهر. هل أنت جادة؟ هذا إن لم يمانع كرز. كلا، لا مانع لدي على الإطلاق. انتبهوا يا كل الفضائيين، القائد فرس النهر سوف يقبض عليكم. سنضع هذه الأكوام في بيت اللعب حتى يختار كل ما يريد. تقولون أكوام؟ أنا عندي أكوام وأكوام، اتبعيني يا حبات البلوط. مكان لإعادة التدوير، فكرة جيدة يا روزي. أزرار؟ أغطية زجاجات؟ هيهي، أقصر سريع، ننط ننط، رف رف رف. كاد الكيس أن يمتلئ يا بلوطات. كاد يمتلئ؟ أين أضع إذن باقي النفايات؟ ربما علينا أن نجد طريقة لنجمع نفايات الجميع. فكرة جيدة أخرى. شكراً يا فكري. أصداف، خرز، أزرار لامعة. المئات منها، هل تحتاجين إليها كلها؟ فعلاً. إنها تحتاج إلى فسحة كبيرة. أوبس. حسناً، سأختار أشياء لمجموعة النفايات، ولكن من قد يرغب فيها يا بلبلة؟ أنا متأكدة أن أحداً منهم سيجد فيها فائدة. أحب عربة النفايات يا كرز، إنها خارقة بمحرك سريع،
مهما كان اسمها إنها رائعة. لا تنسى أن تحضر نفايات بينون. أظن أنني سأحتفظ بهذا الخشب، لابد أنني سأحتاج إليه. تشجع يا بينون، إن كنت استغنيت عن أشياء فأنت ستقدر. ربما سيبدو بيتي أجمل من دون هذا الخشب. لكن العربة لا. لنأخذ كل الأغراض إلى بيت اللعب. يوه، نجحنا. ياهو، أعرف أن عندي شيئاً إضافياً، ريشاتي القديمة. لا، انظروا. ما هذا؟ العربة أصبحت كومة نفايات. آسفة يا كرز. هيا لنجد مكاناً مناسباً لتخزين هذه الأشياء. ما أكثر هذه الأغراض؟ ليست مشكلة، نفايات شخص كنز لغيره يا رومبا، كل يختار ما يعجبه. تعالوا لبلبلة. رائع. أهلا يا سيد روبوت. أمسك بهذه يا بينون. دوري. أريد أن ألعب أنا أيضاً. آسف يا روبوت، لم يكن خطأي، إنها الأكوام، لقد أوقعتني. ما زال لدينا الكثير من البقايا. سيكون علينا أن نرمي بعضها. سيكون أمراً مؤسفاً، لنصنع المزيد من الأشياء المميزة. لكن الجميع أخذوا الأشياء التي يريدونها. ليس الجميع، بقي فكري. فكري شجرة، الأشجار لا تحتاج إلى شيء إلا الشمس والماء والنسيم اللطيف. أنا عندي فكرة مدهشة. يا سلام، ما هذا؟ أهلا يا فكري، لدينا هنا شيء. شيء متميز جدا. لتراه. مستعد؟ ليس تماما، ولكن هيا. نعم. لم أرى شيئا في حياتي كهذا من قبل. ما هذا؟ إنها مصنوعة للريح يا فكري. أو هي عربة خارقة. محركها أسرع من الصوت. العجلات كانت لي. إنها مثلك تماماً يا فكري، لا تحتاج إلا إلى الشمس والماء والريح. لم نرمي أي شيء. أرأيت؟ مثلك تماماً. حسناً، شكراً. إنه أروع شيء رأيته في حياتي كلها، سأحافظ عليه. أرزا قالت إن نفايات شخص هي كنز للغير، سنريها ما صنعنا أيضاً. نعم، يجب ذلك، ولكن ليس الآن. لن أشبع من مشاهدته. يوهو، هل أنتم هنا؟ مرحباً جميعاً، أتودون الخروج لنلعب؟ آسف يا لين، نحن نصنع رجلاً آلياً. رجل آلي؟ نعم ما. لو كان عندي رجل آلي حقيقي أو ربما أفضل، أود أن أصنع أرنباً آلياً. هذا سهل جداً. لا عليك يا رومبا، أنا سأصنع لك أفضل أرنب آلي. سأساعدك، أنا ماهرة للغاية. هيا يا كرز، لنبدأ العمل. ترى كيف يتحرك الآليون؟ هكذا.
انظر يا بينون، لنستعمل جهاز التحكم القديم للتحرك. ولعبتي القديمة نجعلها وجه الآلي. يبدو الأمر مسلياً. ماذا تفعلين؟ أحاول تجميله. لا خطأ، أنت تتلفينه. ستلتصق عليه هذه الأشياء ولن يعمل. بل سيعمل. ما رأيك يا بينون؟ لا أعرف فعلاً. كل منكما عنده أفكار جيدة. ممتاز، حسناً يا بلبلة، يمكنك أن تنظري. ما رأيك؟ إنه بشع جداً. هل يمكن أن تجعله أجمل؟ أعرف ماذا ينقصك، سأعود حالاً. بينون. مرحباً يا كرز، كيف تجري الأمور؟ قالت بلبلة إن علي أن أجعله أجمل، وأنا لا أعرف كيف. هل تساعدني؟ أنا لا أستطيع. لماذا؟ لو ساعدتك لن أكون منصفاً تجاه لين. لا أستطيع أن أساعد أي منكما. آسف يا كرز. ترى، انظر إلى هذه الريشات. الآن سيصبح أرنبك الآلي جميلاً مثلي. شكراً يا بلبلة. هل ستعجب رومبا؟ طبعاً، هناك أشياء كثيرة تعجبك. أرجوحته، الطعام، وطبعاً روزي. لو أضفتها لأرنبك الآلي فسيكون هو الأفضل بالتأكيد. كما ترين يا بلبلة، ربما لم تكن أفكار لين سخيفة. ليس المفروض أن يفعل هذا. كرز أبرع في جعل الأشياء تتحرك. هل تستطيع المساعدة يا بينون؟ آسف يا لين. ما الأمر؟ ما هي المشكلة؟ أرنبي الآلي يقع باستمرار. يشبه هذا بناء الأعشاش. حقاً؟ نعم، ليس هناك أسوأ من عش مهتز. ما يجب عمله هو اختيار أفضل أغصان ليتماسك الجزء الخارجي. شكراً يا بلبلة. ربما إن بدلت هذه الأجزاء أيضاً هكذا، ربما أفكار كرز لم تكن سيئة تماماً. الجميع جاهزون؟ 3، 2، 1. الآن. أنتم لم تروا شيئاً بعد. انظروا الآن. ما كان يجب أن يحدث هذا؟ طبعاً، أنا لم أساعد في هذا الجزء. رائع، أعجبني. انتظروا جميعاً لتروا أرنبي الآلي. انظروا إلى الأمام. هيا انطلق. لا، تذهب في الطريق الخطأ. توقف. سأساعدك. هيا يا أرنبي، أنقذ الوضع. يدغدغني. ربما كان يجب أن أساعد كرز ولين. كسر أرنبي الآلي. وأنا أيضاً، لم تعد لنا أرانب آلية. لا، إنها أفضل أرانب آلية كنت أحصل عليها. أنا آسفة. وأنا أيضاً، كان يجب أن نتفاهم معاً ونصنع أرنباً آلياً معاً.
آسفة يا كرز. آسف يا ليل. هونا عليكما. هي، هل تذكران حركاتي كرجل آلي؟ لقد أوحيت لي بفكرة يا بينون. سأصنع رجلا آليا يفعل ما يطلب منه ولا ينكسر. هاي، لا تتلصصوا. هذه مهمة سرية جدا. عملية الأرنب الآلي الخارق. حسنا جميعا، انظروا الآن إلى الأرنب الآلي الخارق. دورك يا روزي. تادا! إلى الأمام! والآن دوران! على رجل واحدة! واو! هذا أفضل أرنب آلي على الإطلاق! اسمي لين الآلية، تشرفت بمعرفتك. يسار، يمين، خذي البسكويت، أحضريه إلي أرجوك. أنا أحب روزي الآلية كثيراً، لكن أنا أفضل صديقتي روزي بدلاً منها. حتى لو أنها لا تفعل ما أطلبه دائماً. روزي الآلية لا تحب الأرانب الأشقياء أبداً. هي يا روزي، أرجوك. روزي تفقد صوتها. ستشجعينني أليس كذلك؟ حتى النهاية يا رومبا، أنا متأكدة أنك ستفوز، فأقدامك خلقت للقفز. قف على الخط، استعداد، انطلق. هيا أسرع يا رومبا، يمكنك الفوز. وبينما هما في المنحنى، كرز في المقدمة. هيا يا كرز، اقفز يا رومبا، اقفز. الآن رومبا يتقدم. بل كرز، بل رومبا. أسرع يا رومبا. هيا هيا يا رومبا، استمر في القفز. فاز رومبا بخطوة واحدة. مرحبا. أحسنت يا رومبا. روزي، الإفطار جاهز. إنه إفطار خاص لشكرك على مساعدتي في الفوز بالسباق. شكرا يا رومبا. روزي، صوتك إنه ضعيف للغاية. بالفعل يبدو صوتي غريبا يا رومبا. يبدو غريباً جداً، لابد أن نعالجك، فكري سيساعدنا في ذلك. مسكينة روزي فقدت صوتها. من حسن حظي أنك ستساعدني. في العادة أنا أعزف اللحن وروزي تستمع وتخبرني رأيها في النهاية. هذا اللحن يحتاج إلى صوت المزمار. أبطئ قليلاً يا رومبا. لم أتصور أن تمرينك على اللحن سيكون ممتعاً هكذا، فلنعزف مجدداً. ربما لاحقاً يا رومبا. هل تظن أنني أستطيع زيارة روزي؟ سأعد لها مشروب العسل، فهو مفيد في مثل حالتها. تأكد من إخبارها أنني ساعدتك في التمرين. تمرين بينون انتهى، علي أن أذهب للقاء كرز. بينون، كيف كان رومبا؟ رومبا كان شديد السرعة في مساعدته لي في اللحن. أحضرت لك مشروب ليمون بالعسل، سأعود كي أعزف لحني لك فيما بعد حين أصلح الأوتار. مرحباً، أي
يعرف أحدكما علاجاً للحزوقة؟ الوقوف على قدم واحدة والعد حتى 100. شكراً يا بينون. لطيف منك أن تساعد روزي. سيدفئ هذا حلق روزي إلى أن يعود لها صوتها. فكرة رائعة يا لين. حسناً يا رومبا، من أين نبدأ؟ دع هذا الشيء الأزرق فوق تلك القطعة الصفراء. الشيء الأزرق فوق القطعة الصفراء. القطعة الحمراء على القطعة الصفراء. أرجو أن يكون هذا صحيحاً. الحمراء على الصفراء. أشكرك يا رومبا. أمتأكد أننا ركبناها بشكل صحيح؟ إذن فلنشغلها. كرز، وها هي تطير. لقد كنت أمسك الرسمة بالمقلوب. أوه، إنها تطير إلى الخلف. طائرتي وقعت. بهذا التركيب الخاطئ لن تطير جيدا. روزي فقدت صوتها، لذا رومبا هو من ساعدني. لكن انظر، لقد تحطمت. رومبا يحاول فعل ما في وسعه، وهو يبذل أقصى جهده. هل الطائرة بخير يا كرز؟ أجل، مجرد خدش. لابد أن الريح تغير وجهتها. إذن لم تسقط بسبب خطأ مني. يجب أن أساعد في تصفيف ريش بلبلة. الوداع يا كرز. الوداع. من الأفضل أن يعود صوت روزي إليها سريعا. لقد جاءتني فكرة. أراك لاحقا يا فكري. روزي، أحضرت لك شيئاً. ما هو؟ استخدميه إلى أن يعود صوتك مجدداً، حتى لو كنت تهمسين، سيجعل صوتك عالياً. مرحباً روزي. نحن جميعاً نفتقدك يا روزي. ماذا عن رومبا يا كرز؟ إن رومبا يقضي وقتاً رائعاً في مساعدتنا. 73، 74. تقافزت وعددت حتى 103 مرات، وما زالت الحزوقة لم تتوقف. أمستعدة لسماع لحن الجديد؟ مرحبا يا بينون. لا يمكنك أن تمنعني، فأنا بلبلة، تذكري أن روزي مريضة الآن. رومبا، لقد عدت. لقد أحسنت مساعدتي للغاية. أعتقد أنه يجب علينا جميعاً أن نشكر رومبا. حسناً، أنا أشكره على هذا؟ استخدام بقرات الشعر لم يكن فكرة جيدة. يا روزي، أنت ساعدتيني كثيراً في سباق القفز، وأردت أن أرد لك هذا الجميل. أعتذر لكم جميعاً. رومبا، عد إلى هنا. لا يستطيع سماعي. روزي، إلى أين ستذهبين؟ سأبحث عن رومبا. رومبا، هل تعرف أي علاج لإيقاف الحزوقة؟ تقف على قدم واحدة وتعد حتى 100. لم يفلح هذا. رومبا. ما هذا الصوت؟ روزي، لقد عاد إليك صوتك. أليس هذا رائعاً؟ ما الأمر يا رومبا؟ أعتذر لأنني أخطأت في فعل كل شيء. أنت لم تخطئ فعل أي شيء. قدمت المساعدة للجميع، ولكن بطريقتك الخاصة. الحزوقة لقد توقفت. هذا صحيح، لم أصب بالحزوقة منذ أن أفزعتنا روزي. بالطبع، فالصدمة هي أفضل علاج للحزوقة. قصة الطول. كلا، لا جدوى من ذلك. ما المشكلة يا رومبا؟ أحاول أن أحضر طبق الطائر، لكني لا أصل إليه، فهو عالي للغاية. حسناً، سأحضره لك. شكراً يا روزي، ليتني كنت كبيراً وطويلاً مثلك. أنت تكبر بالفعل. انظر، كان طولك إلى هنا، والآن وصل إلى هذه العلامة. ألم يزد طولي الآن؟ للأسف يا رومبا، لم يزد منذ البارحة. تعال، هيا بنا لنلعب. أهلا روزي، أهلا رومبا،
هل ستلعبان؟ نعم. أمسكته بمهارة يا كرز. نعم، نحن أفضل من يلعب هذه اللعبة. هذا ليس عدلاً، لابد أن أكبر وبسرعة. ابتهج يا رومبا، خذ جرب قبعتي، يمكنك أن تستعيرها. رائع، شكراً يا كرز. مرحباً بالجميع. أهلاً أرتشي. رومبا، تعجبني القبعة. استعرتها من كرز. أوه، ليت لدي قبعة لتحمي عيني من الشمس، لكن حيوان الحرباء لا يرتدي الثياب. أنا لا أرى سبباً لهذا، سوف أصنع لك واحدة. هل يمكنك؟ مثل هذه تماماً؟ مثلها تماماً، فقط أصغر، لن تستغرق وقت. رائع، شكراً يا لين. هيا أمسكي. أوه، ما زلت أتمنى أن أكون أطول. لحظة، عرفت كيف يمكنني أن أصبح أطول. تعالي معي يا روزي. رائع يا رومبا، أنت الآن أطول بكثير. أعرف. مذهل، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. أحب أن أكون طويلاً، يمكنني أن أرى المزيد من الأشياء هكذا. احترس. هذه قبعة كرز، سوف أجربها، ربما تلائمني. ليست مقاسي، لكني بالتأكيد أبدو وسيماً مثل كرز. أجل، بالتأكيد أنا أبدو وسيماً مثل كرز. مرحباً، مرحباً، هل أطفأ أحدكم النور هنا؟ بسرعة، النجدة، تعالوا بسرعة. أرتشي سقط هنا. أنا في الحفرة. ولا يمكنه أن يخرج. أنا العالق. مسكين يا أرتشي. كلا، المكان جميل في الحفرة. صدى الصوت رائع. لكن لن تبقى هكذا إلى الأبد. اطمئني يا أرتشي، سأخرجك. يا إلهي، أنا كبير الحجم، لا يمكنني الوصول إليه. وأنا أيضاً، لذا طلبت مساعدتكم. أنا كبيرة الحجم أيضاً. يبدو المكان مخيفاً في الحفرة. دعوني أجرب، قد أستطيع أن أدخل لصغر حجمي، أو يمكن أن أدخل قدمي. كدت أن أصل إليك. أمسك بقدمي. رومبا هو بطل الشجاع، الوحيد الذي استطاع إنقاذي من الحفرة. أعتقد أن صغر الحجم ليس بهذا السوء. أنا أحب أن أكون كما أنا. أحبك كما أنت أيضاً يا رومبا. شكراً لأنك أعرتني قبعتك. وهذه لك يا أرتشي. شكراً يا لين، سوف ألبسها في المناسبات الخاصة. أنا أيضاً يعجبني أن أكون كما أنا. أخيراً، انتهيت. لماذا لا تبدأ بالأشياء التي لا تتدحرج؟ مدهش، أنت ماهرة في هذا يا روزي. أشكرك. أريني مرة أخرى. محاولة جيدة يا رومبا، عليك ترتيبها، وسأساعد أنا لين. إلى اللقاء. آسف.
آسفة على التأخير. الأصفر من فضلك؟ أنا أخلط جميع الألوان معاً كي أصنع لوناً جديداً. ليه؟ الوردي. لا لا، الأحمر. أوه. لو خلطت اللون الأحمر سأغير اللون و... هذا هو! هذا لون جميل! ليس فقط جميلاً يا روزي، إنه اللون الأحمر الوردي، أكثر لون مفضل عندي. سأسميه... سأسميه... حمرود. ما الأمر يا لين؟ أحب هذا اللون جداً، لكن كيف سأتذكر الألوان التي صنعته منها؟ ترى ما هذا الصوت؟ سأذهب وأرى. مرحباً بينون، هل أنت بخير؟ مشكلة بسيطة في حديقتي يا روزي، بل مشكلة كبيرة حقاً. سوف أساعدك، فقط أرني. إنها كرمة العنب، لقد نمت كثيراً وأصبحت تحجب ضوء الشمس. فلتجذبها يا بينون. لكني أحبها. ربما يمكنك أن تربطها إلى الخلف. فكرة رائعة يا روزي. ماذا كان هذا الصوت؟ أنا لا أعرف. آسف يا روزي. هيا لنغسل وجهك. أجل، صورة أخرى رائعة. كرز سيقيم معرضاً للصور على تل فكري، لا تفوت. كم أتلهف لرؤية هذه الصور. ترى من صورت يا كرز؟ سترون، ها هي. تغطيني الألوان وأنا متسخة. لم أكن أعرف أنك صورتني. ولا أنا، أبدو سخيفاً. وأنا أيضاً. ها؟ وهذا بالتأكيد ليس مظهري الأفضل. كل ما فعلته هو أني التقطت صوراً لكم. كان يجب أن تخبر الجميع أنك تصورهم. روزي محقة يا كرز، كان عليك الاستئذان قبل تصويرنا. حسناً، سأستأذن من الآن. صورني يا كرز، سأريك أجمل ابتسامة. أنت يا لين، والألوان التي مزجتها. هكذا لن أنسى كيف صنعت لوني المفضل. وهذا أنت وكرمتك المفضلة يا بينون. هكذا لن أنسى أبدا كيف كان شكلها، رغم أني شذبتها بالفعل. وهذا عشي على الغصن المناسب. لو سقط مجددا فلن تنسي الغصن. أقفز أقفز بأقصى سرعة. اخرجوا من العش الآن. نعم، هكذا سأعرف مكان الأشياء دائما. هيا، من سيلعب؟ أجل، لقطة مثيرة. كنز القرصان. إلى البحار. جهزوا السفينة. آسف يا بينون. أنتما متعجلان. سنلعب لعبة القرصان في بيت كرز ولين، أليس كذلك؟ أتأتي معنا؟ ليس اليوم، سأذهب لصيد السمك. حظاً سعيداً. يا
بحارة. واو، أهلا يا بلبلة. أها، أنا جاهز للإبحار. القرصانة لين في خدمتك يا روزي. لست في خدمة روزي يا لين، أنت في خدمتي. أنا القرصان القبطان، اتبعوني جميعا. بلبلة، أنت ببغائي. أنا بلبلة ولست ببغاء، وأيضا لما لا أكون أنا القبطان؟ وماذا عني أنا؟ أنا معي سيف القرصان، يجب أن أكون القبطان. وهل أكون القبطان؟ لن تكونوا كلكم القبطان. من يجب أن يكون يا روزي؟ أنا! أنا الأفضل في تسلق الأشرعة. لكن أنا أجيد رقصة القرصان. لكنك لا تقدر على هذا. إلى الأشرعة! وماذا عنك أنت يا لين؟ أنا ماهرة في صنع الأشياء. هذا ليس من صفات القرصان. ربما لسنا في حاجة إلى قبطان. القرصان القبطان هو الأفضل في العثور على كنز القرصان. ولكن أولاً يجب أن نخفيه. أتعنين صيد الكنز؟ هذا صحيح يا لين، إنما أحتاج إلى المساعدة في تحضيره. أنا أساعد، ماذا علي أن أفعل؟ سأعلمك كل شيء. هذا هو الدليل. أطير عبر الفضاء وليس لي أجنحة. أطير من دون أجنحة، إن هذا مستحيل. إلا إذا كنت في الأرجوحة. بالفعل، مكان الأرجوحة. إلى الأرجوحة يا لين. كرز، قبعتك. أرأيتم؟ أربع دوائر. انظروا، ها هو الدليل التالي. إنه سياج وبداخله ثقب. سهل، المتاهة. هيا بنا. ما أجمل هذه اليعسوبات. أهلا. الكنز. سيف رومبا، لكن أين رومبا؟ وأين الجميع؟ وجدته. هذه تلة. وسهم يشير إلى الأعلى. عرفت، إنه فكري. هذا ما كنت سأقوله. هذا شريط لاصق. شريط لاصق؟ هذا ليس دليلاً. روزي طلبت مني أن أقول لكم إنه سيساعدكم. ولكن كل الأدلة كانت هكذا. مهلاً، هناك شيء على ظهر الورقة. إنه الملعب. العلامة توضح المكان. الكنز هنا بالتأكيد. هيا، نجحنا. لا شيء هنا. روزي، نحن لدينا مشكلة بسيطة. لو لدينا عصا لاستطعنا تخليصه. أو حجر. هل أقوم بحركة سحرية؟ أحسنت يا رومبا، حررت الكنز. إنه يبتعد. بسرعة لنلحق بالكنز. مرة أخيرة أمسكت بشيء ما. لا أجر على النظر، أهو أيضا جورب يا لين؟ إنه واو، لقد استطعت. الكنز. يا للعجب العجاب، استطعت صندوق كنز حقيقيا. من القرصان البارع الذي وجد صندوق الكنز؟ لم يكن أي قرصان منهم. إنه بينون. أحسنت يا بينون،
ولكن ماذا عن القراصنة؟ ماذا حل بأزيائكم؟ سيفي! غطاء عيني! أوه لا! كانت قبعة رائعة! لا بأس يا كرز! واو! سيفي! أوه! شكراً يا لين! يبدو أن لين وجدت كنزاً بديلاً! أوه. وبما أن لين وجدت الكنز، فهذا يجعلها القرصان القبطان! أنا؟ تحية للقبطان لين! تحية! وماذا عن الكنز الحقيقي؟ من الأفضل أن نتقاسمه! واو! الألوان للوجوه كانت أفضل كنز قراصنة! نعم، وبمساعدة بينون ولين، صرتم قراصنة حقيقيين!